مخيم يحتجز 1700 لاجئ ليبي ينتمي أغلبيتهم إلى مدينة التورغا التي تبعد 50 كيلومتراً عن جنوب مصرطة، وقد سجنهم المقاتلون منذ آب أغسطس الماضي وأجبروهم على العيش هنا. إحنا درنا لهم شيء، ناس على حالنا عايشين في بلادنا، ما بتحاجة هججونا، طلعونا، نتقونا، شردونا، خلونا هيك في السماح، نطلع بالخوف، يتهجموا علينا هنايا بالرشاشات. معاملة سببها ولاؤهم المطلق للقذافي. هؤلاء الرجال متهمون بارتكاب أفظع الجرائم في الأشهر الخمسة الأخيرة خلال حصار مصراتة، ثالث أكبر مدينة ليبية. مجازر ونهب وحتى اغتصاب. اليوم 35,000 فرد من سكان التورغا محتجزون إما في مخيمات أو داخل زنزانات. تورغا مؤيدين للقائد في البداية، لكن تو معاهم في تور 17 فبراير. هذا كل السبب تورغا، انتقامها تورغا مصراتة. كان الجيش كله معتصم في مدينة تورغا بالنسبة لكتيبة خميس وكتيبة الثانية، كانوا كل المستقرين في تورغا غادي. الأول قلنا إحنا عادي، هم مش عندهم قوائم يجيبوهم، إحنا عندنا استعداد نسلموهم بأي، لكن إحنا تو شن قعد عندنا إحنا لما شبحنا تورغا مدمرة وحشان مدمرات وشفنا العذاب يا أخوي، إحنا نبوا نرفعوا قضية، نبوا نكلموا حقوق الإنسان، يجي ياخذ لنا حقنا مصر. مقاتلو مصراتة لم ينسوا معاناتهم، اليوم يسعون للانتقام. كما نددت تقارير منظمة Human Rights Watch بالانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له اللاجئون داخل المخيمات. فهذا الرجل مثلا يقول أنه كان محتجزا منذ 4 أيام ولم يطلق سراحه إلا بعدما تم تعذيبه بالتيار الكهربائي. إنه يضرب ويبوك تهدف عليه حاجة أنت مش درتها وخلاص ضرب. إلى متى سيظل هؤلاء يسرحون داخل هذه المخيمات؟ فليبيا أصبحت حرة منذ أسبوعين، لكن يبدو أن الحرب ولدت عند طرفي الصراع حقدا وضغينة.